بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سوف نتناول طريقة أخرى للSoil Stabilization وهي استخدام الجيتوكستايف وده يعتبر الجزء 16 من شابتر 7 من كورس Soil Stabilization. مبدئيا لازم نعرف ان السويل تعتبر قوية جدا stronger in compression than the tension يعني مقاومتها للشد بتبقى ضعيفة جدا لكن مقاومتها للضغط عالية جدا فالفكرة كلها ايه to improve strength in tension يعني لو انا عايز احسن مقاومة التربة للشد ال GUA synthetic placed in soil for soil reinforcement يعني بحط اللي هي المواد الصناعية ديت عشان نسلح بيها التربة طبعا زي ما احنا خدنا قبل كده في الانواع بتاعه التربه المسلحه في عندنا الجيوتك ستايل في الجيوجريد في الجيو وفي الجيو, الجيو كومبوزيت استخدام الجيوتك ستايل بنستخدمه في ايه In geotech style stabilization, the geotech style is probably embedded in the soil and contributed to its stability. يعني في التثبيت باستخدام الجيوتك ستايل الجيتوكسيل دوت ببتدي ادفنه فين؟ في التربه، ليه؟ عشان الثبات بتاعه فهيبتدي يساعد التربه على الثبات العام. الجيتوكسيل هاز هاي تنسايل سترينث طبعا يعتبر مقاومته للشد عاليه جدا. الجيتوكسيل ار بورس فابريك ميد اوف سينستيك ماتيريال ساتش از الايه؟ البوليس ايلين والايه؟ البوليستر نايلون والبوليفينايل كلورايد. دي كلها المواد اللي هي بتستخدم لصناعه مين؟

Jute style is laid over the soil and aggregate is placed directly over it. يعني بنفرده مباشرة على مين؟ على آه الصويل وبعدين ابتدي أحط عليه الرمل وبعدين إيه أحط الطبقة الثانية and so on. When the traffic pass over the road it deforms and its strength is إيه؟ mobilized. يعني أبتدي يطلع لي المقاومة بتاعت الايه ال ال لما تبتدي تمشي السيارات على الطريق. The more a jetوكستايل is deformed لما يحصل له ديفورم زيد, the greater the load it can carry. لأن لما يحصل له ديفورم زيادة فطبعا المقاومة بتاعتها أو اللود اللي يجي لي يبقى أكتر. The soil can also be stabilized by introducing uh, metallic strips into it and providing an anchor or tie pack to restrain the facing skin elements. The composite mixture is known as reinforced mean earth. ولو تلاحظ ان احنا خدنا في شابتر في الكورس هنا اسمه soil reinforcement وخدنا ازاي يبقى عندي حيطة بالشكل ده وابتدي احط لها الايه الجيتيكو ستايل حتى احنا خدنا كمان الكلام ده في شابتر اللي هو قبل السابق خدنا ازاي نصمم الحيطه بارتفاع معين باستخدام الجيتوكستايل بتاعي وما حصلش انهيار وتطمننا عليها في كل المراحل بتاعتها زي ما انت شايف ده جزء من رود معمول عن طريق مين الجيتوكستايل شكرا